Plus, you feeling yourself. That type of pride ain't good for your health. Come on, as you wish. Didn't have to go down like this. I'm done talking, you didn't listen. I'll say it louder with my fist. I'm the attitude adjuster. Let's see if you tough enough to back up all that stuff, young buster. Buckle when these knuckles touch you. Hey, don't get fooled by the gray. I don't care what nobody say. Stand in my way. Allah'ın adı da Adam Fırıstık'ın nasıl Katarina Alves. أول فرصة تنبيه كاتارينا Desculpa, mas você vai ter que morrer. Round 1. Fight. Hadi Ali Apanış. صح والله نسيت الشاشة هذه فيها فيها دبل بس لسه خلينا نخلص اول جيم اول شيء راوند 2 بس اول جيم فايت اوكي هو الديلي هذا مش حينفع لكن يلا خلي ياخذ اول ماتش هذا عليها فنش اوكي خلي اول ماتش يعدي بس دقيقة 1-0 انا ايش كنت بسوي انا عندي ديلي بس ماني عارف ليش هو مو من النت بس عندي ديلي
ما ادري هو الشاشه عشان والله ما ادري. يلا Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Katarina Elvis. هو في ديلي بس انا ماني عارف ليش، يعني مو اول مرة العب في الشاشة دي. Get ready for the next battle. لو الديلي خليته ما اسوي قنبوات هنا غير ما حينفع. بس يلا كم باك. لا ما حينفع. اوه والله يا واد مرة فرق. اوكي يب يب فرق هذه عليها بانش رفعة. انا عارف انه عليها رفعة، خايف من الديلي. دقيقة انا لازم اضبطها، هذه لازم اضبطها. هذيك عليها رفع على كمله، هذه عليها رفع. طيب عليها بنش. يب حسيت، بس والله في ديلي الشاشة. ما انا عارف ايش بها الشاشة، نفس الشاشة اللي لعبت فيها مع بي كي. هذا عليها فنش لو صديته، بس المشكلة اذا الاولى جت خلاص الثانية جارنتي. عليها فنش اوه سواها بسرعة، نايس. نايس اعذار قديمة. لا والله ما هي اعذار قديمة، انا قلت عادي يعني خليني اشوف احاول، لان انا ما العب في الغرفة هذه كثير. شوف هذه سويت لها دروب، ما هو نت بس ديلي. ليه اخويا؟ اخويا يلعب بالمجال زي كذا يسووه. هسوي شارج، هسوي شارج. هذه هاي انا سويت لو فيري حسيت حيسوي هذيك. اثنين صفر. يبالي ابطل العب هنا، كنت دائما العب في الصالة. احا مونستر نزل مع ريليكل، ايش اسمه؟ ليريكل. نايس nice.
نشوف كده. والله احس اني كاني رحت العب في البطولات الاوفلاين زي كده. الشاشات تكون الشاشات حق الكمبيوتر زي كده. اه هذه عليها رفع، حتى حركتي عليها رفع. عارف هذه عارفها، اول مشكله الديلي اللي يخرب علي لا انا عارف ال لا والله بدري. يمكن ممكن لا ما ادري. هذه عليها بانش. انا اعرف الماتش حق شو اسمه ده ميغيل، هذا بانش. المشكلة اذا كان في تأخر فما حينفع. شوف هذه سويت لها دروب، كيف ما تدري؟ ولا هو كان كومبو هو ميت، بس كويس انه هذه جت معايا. شوف كملها 2-1. هو الماتش بحقي ضد ميغيل مره سهل، مره سهل، بس الكلام انه في التوقيت مره ما واجه مشكله انا مع ميغيل. يمكن ميغيل الوحيد اللي تعبني اخويا، لانه المكسب حقه قروشه، لانه لما يمسك والله. شوف علي اذا انت سامعني، ترى المسكه حقتك اللي هو 1 بلس 2 هذه بلس 2، فانا اخوي ايش يسوي؟ يمسكني مرتين ورا بعض، او يمسك مره وبعدين يسوي ميد، يمسك مره يسوي له، يعني المكسب حقه مره كويس. لانه اخوك لا في اي والله اخويا، يعني اخويا كويس مره كويس به، يعني اشتغل على المكسب كويس صح. اما علاوي في اشياء كثيره برميها 15 انا اقدر ابنشها، بس المشكله لما تكون المسافه قصيره او ما الحق اسوي شيء عشان الديلي. ولا انا اعرف انه هذه 15، اعرف انه هذه 12، اعرف ابنشها. اخويا لا، اخويا يلعب فوق كثير. شوف ضاعت مني هذه عليها 12. عارف العب هم يبون الاخوان كده يلعبوا ميغيل، هذه معروفة. ايش بها طاحت مني. ما لحقت افنش صح، بس هوب كيك، بس هوب كيك. هذه لو صديتها كان عليها فنش، وهذه عليها رفعة. علي يعني انا اضربك وانت لسه تبغى تضرب؟ شوية تحترم يعني، مو انك صديت لا جت عليك. اسري من هنا يا شيخ كده. 2-2. جاء الغثيث، جاء اللي لعبوا بش اسمه وكوما جاء. والله افكر من اليوم او من دحين خلاص فيرست تن من بعد كده يكون بكاترينا، ما ادري ليش، بس ابغى انوع، ابغى اجرب. يعني هذا اول فيرست تن، وابغاه بكاترينا عشان مستواي بكاترينا في الوقت الحالي احسن من كلاوديو، ما ادري ليش. واصل بيها امبرور وكلاوديو ريوجن،
يعني فرق بيننا، الفرق بين كلاوديو وكاترينا رانك واحد. وعلاوي زيه زي، لا والله دراغونوف حقي اللي تحته ناسي اسم الرانك. Round 1 Fight. عليها بانش. شوف يعني انا اضرب يا علاوي وانت لسه تبغى تضرب بعده ليه؟ يعني انا افنشك لازم تعرف الفريم. انا اعتقد انك انت تعرف الفريمات بس ما ادري انت ليش تتوقع انه في شيء حيركب علي. برضو تبي تضرب هذه هاي كراش. اعطي داون جاب. اوكي ممكن تقدر توقفني. هذه عليها 15 فنش. شوف دحين بيضرب. شوف ما في احترام والله. انا شكلي اسوي لك فريم تراب. وهذه عليها 15 برضو بس ما لحق. برضو عليها 15. هاي سويها تاني تحداك. كنت ابغى يسويها ثاني. الله علي حسوي لك فريم تراب دحين انا اوريك وخليك تحترمني صح. اوه نزل منها. اوكي بس انا ارجع لورا. ايوه هذا فريم تراب. هاي اهدالي بس. اوه شت ام ديد. يب ام ديد. لو اني ما قمت ما كان جاء علي. بس توقعته حيسوي له عشان يفنشني. هذه عليها 12 برضك تبغى تضرب. شت ما حتيجي علي. عليها 12 برضك تبغى تضرب بعدها. لا حول ولا قوة الا بالله. ما تبطل يعني. يعني انا افنشك تقوم تضرب بعدها. يعني انا افنشك مو انه انا اصير نوتشرال زيك. لا يكون في عندي بلس. اوكي هذه عليها بانش. شت صح انا كنت بسوي اصلا. لا سنيك ايدج. بس باين انك انت من جد ما تحترم الفريمات. شوف حتضرب دحين. ما حتضرب. اوكي ما حيضبط معك عشان الجدار. مو راضي يبعد. اوكي بس 3-2. بس من جد ما تحترم فريمات. ليش ما تحترم فريمات؟ اضبطك دحين. طيب افا ايش بو؟ مع انه هو فايز. ما ادري ايش بيغير. المفروض ما يغير شيء ولا بيوقف عشان في شيء ولا حاجه. اصلا ما بعندي الستيج. انا اللي اغير مو هو. ما ادري يغير لبس يعني. انا اخذ لك والله هذا الستيج. اللبس هذا كويس. اخذ نفس الستيج. ما يبالها الستيج ده حقي. ما ادري ليش خرج من جد. شكله يحسبني حغير الستيج. ما حغير الستيج. لما انا افوز وانت تنهزم تبغى تغير غير انت. شكله غير الكوستيوم حقه. احترم فريمات يعني. والله من جد ما ادري ليش ما احترم الفريمات. انا شكلي ابغى اسوي له فريم تراب. شكلي حاسوي زي كده لين ما هو يتعلم. إذا هو قاعد يشوف البث فلازم تتعلم. ما غير شيء. أوكي كان يحسبني المغير الستيج.
طيب دحين نشوف. يلا اوريك. ايوه ها اتعلم. اوريك دحين كيف. اوه ما الحق افنشها. كم باقي انش واحد بس. كم باقي انش. هاي تعال انتبه. والله قليل ادب. اوكي انتبه انتبه يا علي. لا غلط. اوكي والله هذاك مش سمبل بس كنت بسوي فورورد فورورد جاني رننج. اوكي بدا يرجع يعطيها باك داش فهذا شيء كويس. انتبه انتبه. كده ثلاثة اعتقد. الله يوسف متابع بحذر. الله يتصدق يبالي اسوي معاك فيرست تيم. انا ما لعبت معاك الا قبل يمكن الحين مرينا سنتين ولا سنة اعتقد كملنا سنتين. انت كنت تلعب ببراين فجأة قالوا لي لا هو يلعب بقيس بس الاركيد حقه كان في بريطانيا وما ادري ايش. وانا ياما كنت لسه لا كنت بكاترينا قبل ما اشد بكلاوديو. معين شديت بكلاوديو خليت كاترينا تريح. والله الحمد لله تمام طيبين. اها هذا اللي سحب وقال بروح ستريت فايتر وما ادري ايش جاء ولا سمعنا منه خبر ولا اي حاجه. هذي عليها 12. اوه هسفت هنسوي اللو. هذي شو هنا وصل الجدار. اوكي هذي كان عليها 12. ستريت زبالة عم اعتزلت. انت اعتزلت كل حاجة. اعتزلت تيكن واعتزلت ستريت. ايش قاعد تلعب بالضبط. ما صرنا نشوفه ولا نسمع عنك ولا اي حاجة. هذا عليها بانش 15 يا علي. نايس. هذه عليها 12. عليها رفعة يا رامي بس يمكن عشان البوش باك فهو يرتاح. هذيك عليها رفعه وبعدين هو يسوي الباور كراش. يبالي ارفع عشان يتعلم يسويها. يلا سوي اي شيء عليها رفعه هرفعك اي شيء. هذه عليها 12 اصلا بس انا ليش قاعد افنش 10. اوه شت من جدك. العب تكن للاسف. طيب ما نشوفك لا اونلاين ولا شكلك تسوي زي المشاهير كذا ابو ظهور دون اتصال. حيسوي مره ثانيه. قلت حيسوي مره ثانيه بس تاخرت. سوي زي مين زي وصفي وزي بي كي كذا تلعب ابو اوفلاين.
اوه بيلا ركبت علي. طيب يلا ها اوكي بيرفكت نايس والله نايس راوند. كم كده؟ اربعة ثلاثة. تكن طيب ايش رانكك؟ انا اخر شيء قابلتك فيه كنت ياسكا. هو اسمه ياسكا ولا ياكسا؟ هذاك اخر شيء. دحين احنا وصلنا امبرور وانت اعتقد انت لازم توصل البرايم. تقول لي البرايم سهل والناس صارت تجيبه بسهولة ولا سمعنا منك اي شيء. طيب والله نتيجة قريبة 4-3 وكنا 3-3 قريبين من بعض. فيرست فايف نلعب رانك. بيلا ما تلعب رانك برضه تسوي زي المشاهير تلعب جلسات بس مع الناس ولا ايش؟ هذول الناس اللي كذا مرة قوية يقول لك انا ما يعجبني احد في الرانك. هذه عليها 15. سويت لو فيري حيوصلني الجدار. نايس كومبو. نايس هوب كيك الجدار. ما ادري ليش ما قمت. توقعت بكسر الجدار بسوي شيء. والله بجح يعطي شيء يا عم. ها ليش عليها بوش باك يا واد؟ بوش باك مره قوي. شوف ما الحق. عارفك بجح بجح. هولي شيت. والله يسوي حركات انسيف. طيب انا ما ابغى الكومبو انا ابغى ابنش بس. ما حخليك تفلت من بعد كده. تعال هاي سوي شيء تعال انا حفنشك. مس انبوت ما كنت ابغاها. سوي شيء انسيف انا اوريك. سوي يلا. ما فكيتها. ليش ما فكيتها؟ راوند 4 فايت. والله سواها كنت ابغى فنش. تأخر. الباور كراش. 5. خمسة. والله هذول الناس اللي عند الجدار زي كذا لعبه زي. انت كيف لعبك؟ انت لعبك يعني تلعب سيف كثير او تصد كثير. دقيقة كم كده؟ 5-3 صح. درعمة. شوف انت الدرعم بس ما ترمي اشياء عليها لونش. هو قاعد يرمي اشياء عليها لونش انا ما اتوقع انه واحد مفروض يسويها. عشان كده ما تيجي في بالي ان انا افنش ولا انا اعرف بنشها. كل ما اقول ابغى افنش انسى. كل ما اقول ابغى افنش انسى وتركب علي. لا هو يعني يشرد بيها يسوي وبعدها باور كراش. ايش فيه؟ هو البوش باك هذا اللي انا لازم اضرب حسابه. هو 15. انا ما عندي الا الهوب كيك.
Round 1. Ah, vai. Fight. هذه عليها 15 بس قلت خلينا نلعب على المضمون. انا عارف هو بيقرب لي من الجدار. نايس عرف البنش حقه صح او انها ركبت معه. هاي امشي من هنا بس انا عارف انك انت تبغى تضرب تبغى تسوي شيء. لما تلعب بكلاودي اخاف منه. بس كلاودي يا اخي انا لعبي واضح بيه يعني بكلاودي عليها بنش. لا يعني انا اكون بلس 5 ويبغى يسوي هوب كيك كمان. ايش في يا ابويا؟ انا هلعب على المضمون مره ما حفنشك 15 حفنش 12. هيقعد يسوي لي بوش باك بعدين ولا حاجه ولا حسوي لك 14 صدق؟ خليني اسوي لك 14. هوش لو كملت كنت بوصل الجدار. نايس حسبته عجبني زي اخوي. اخوي يسوي زي كذا بعدها سنيك ايدج. شوف بوش باك وسوى هوب كيك بعدها. والله كويس حسبته يعني مو كلهم يلعبوا نفس الطريقه. يعني انا اخوي كنسلها ويسوي يا ميد في حركه كده مخصه او يسوي ال شو اسمه ذا سنيك ايدج. بس هوب كيك ما قد شفت اخوي يسوي هوب كيك بعد الكنسله. ف ما ادري لانه يمكن الهوب كيك ريسكي. عليها كم؟ عليها 12 اعتقد. ممكن عليها 12 بس خلاص رامي انسى تبنش 15 بنش 12 عشان تضمن. اما يشرد بيها بعدين بالهذا شو اسمه بالباور كراش هنا نزعل. هذا ما يخاف ما شاء الله. والله شايف كيف قاعد يرمي 15 كثير. انا اقدر ابنش بس عشان يمكن يكون فيه بوش باك يمكن عشان الديلي اللي عندي في الشاشه فما اقدر. عمي اعطي 12 اضمن شيء. حتى ال 12 كمان الرينج حقها شويه بطل. عشان الهوب كيك عليها بنش. ايوه الهوب كيك عليها بنش. عارف. انا حبنش 12 برضك. اما تسوي هذه عند الجدار ما توقعتك تسويها. اوه شت كنت حاس. هو الباك داش حقه كويس. اوه سويتها مرتين ورا بعض قلت يمكن ما هتركب. ها 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 ما يرى هي الثالثة. انتوا لعيبة ميجيل ليش تحبوا تسووا الباور كراش؟ شوف بلس 5 وبيضرب. والله بجح. بس اللي لاحظت فيه ما يسوي الكتف حقه. شوف كنت بسوي الهوب كيك. عليها 12 برضك تبى تضرب يا واد. انا بلس مليون بعد بعد الريج درايف. تبى تضرب سوي شيء ان سيف. حطنشك سوى الميد مره ثانيه. حيسوي باور كراش. شوف والله كنت عارف. هاي تعال حيسوي باور كراش من جدك.
آه لا لا هي زي أخوه نفس أخوه. آه إيش صار؟ إيش صار قبل شوية؟ أنا حاس حيسوي شيء دحين ماينس 15. حيسوي شيء ماينس 15. أوه شت هذا 12 يبي يضرب بعدها. لا عليها 12. نعرف نعرف هيسوي هوب كيك. ابويا ابويا بلس 5. خلاص يا حبيبي لا عليها 12. ايش بكذا بنشا. اوه غير المسكة. كملها كملها هي كملها. اوه شت اوه شت والله كملها. كده كم كده كده 6-4 همجي 1000. تشوف والله انه همجي بقوة بس يعني بتركب معاه لاني انا ما اقابل ناس كثير كده. ما اللعبة العشوائي دائما اللي يكون ضدي صعب صراحة. وما ادري شيء كويس مو شيء كويس بس انا ماني متعود على اللعبة العشوائي. كده يجيك من مكان انت ما تتوقعه. حمسني ارجع ميجيل. اما مصطفى تلعب ميجيل. دقيقة انا عرفتك وانت تلعب بدراغون اوف سيزون 1 بعدين قلبت باندا بعدين قلبت مدري ايش. ما ادري انك انت تلعب بميجيل. راوند 1 فايت. كيف جت؟ شوف حيضرب باك داش كويس. حيسوي شيء 15 قلت لكم. اصلا هو 15 وجت وف يعني ايش في يعني ما هو خايف في كلتا الحالتين. والله الباك داش حقه كويس. ايش حيسوي؟ حيسوي باور كراش. ليش ضربت الضربه اللي في النص؟ خلاص تضمن الباقي. حسبته حيمسك. باور كراش. باور كراش. باور كراش. ما تبى. حسبتها حتركب. خلاص فاز. ايه حسبت هذيك حتركب بس والله قام بسرعة. تلعب بي طق طق. طيب يوم لما نحمي ما ليش هو برضه تلعب بي في الاونلاين. كمان قابلتك بمين كنت تلعب بنيجن. ليتس جو. اوه لو كملتها. والله هذه معلومة جديدة. لا 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 اتأخرت او بدرت 7-4.
والله شوفوا هذا الخيار انا ما ابغى اسويه من اول لانه مو في صالحي، مو في صالحي ان انا العب بدون جدار، بس ما ادري احس اني حلعب بدون جدار، احس يعني كترينا كويسة بالجدار، بس الباور كراش هذا حقه هو اللي كده يرفع الضغط. الو ايش ذا الرجال، والله شفت كيف نلعب بالمدرسة، ابغى اجرب العب ضد كلاوديو حقك، ليش لا ايش لا. انا عجبني بالسجدة، هذا اصغر، هذا السج اصغر، هذا تبغى تنهي لعبة اعطي بوك كثير، بوك كثير. مشكلة هو يسوي هوب كيك كثير، ما اقدر اعطي بوك، اخاف اعطي بوك يديني هوب كيك يفنشني. كاترينا بدون جدار ما ينفع، صح انا اتفق كاترينا بدون جدار ما ينفع، لكن هو عشان عنده باور كراش يعطيني وول با، يعطيه وول باونس، ايش فيه هذا اللي انا اخاف منه. تمام متى فاضي؟ نشوفني نسق انا وانت، اكلمك في الواتس. ما في احد من الفيرست تين ترى كذا على طول، دائما اساله ايش الوقت اللي يناسبك بعدين نختار اليوم زي كذا. يعني علي قال لي اخر الليل افضل شيء، قلت له خلاص 12. طيب نلعب بوك نجرب، زي ما قال الربا نجرب بوك. والله ما معك اي بوك، حسنا ارسل لك خاص. اما ايش فيه؟ والله نايس بانش، ويف بانش. لا 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 ما كنت بقوم بضرب، اعطيني الريج بس بدون ما تقتلني، اعطيني الريج بدون ما تقتلني. قلت لك ابغى الريج بدون ما تقتلني بس. اوكي بتريج يا حبيبي، مين يسوي الحركات هذه عند الجدار؟ انا ما اتوقع احد يسوي زي كذا عند الجدار. والله مشكلة اللعبة العشوائية، يعني هو شيء كويس بالنسبة له. نايس، يعرف الفنش حقه. شوف 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 14، ال 12 حقي ما ينفع. والله لا 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 دقيقة، أنا حلعب معك بدون جدار، انا حلعب معك بدون جدار، انا شايف انك قاعد تقل ادبك شويه كده. 8-4 والله بلا بوك بلا مدري ايش، انا حخش في الوجه يعني. انا اللبس هذا اللبس، ترى علي رمة، يب والله علي رمة صراحة. لا شوف انا ما اتكلم على السبام اكتر من طريقة لعبه، طريقة لعبه عشوائية يا اخي. ما بقول لك انه ميكسب، لا عشوائي، فرق عشوائي كده، يرمي لك اي شيء، اشياء كده سيف مو سيف، انت بلس هو ماينس، اي شيء يرمي كده. يعني انا العب بلس اوكي، دحين انا لما اكون بلس ابغى اسوي ميكس اب بلس، خلاص انا اقدر اسوي لو ميد، استنى اشوف ردة فعله وف بانش، هو يا ابويا يخبط يمين يسار يقلب لي ام الحسبة. يعطيك ماينس 15 بعين ارمر، ايوه مشكلة في له بوش باك، بس دحين اعدبه. كملها كملها
نايس اعرف هذه اوكي والله باك داش اوكي ايش الميكس اب ليش كملت اوكي راوند 2 يا بجح انا 5 بلس 5 اكل والله لا اوري شوف 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 عليه بوش باك انا سويت 10 سويت فنش 10 يا عيال يعني هو 15 انا ما ابغى 5 ابغى افنش 10 انا ابغى افنش 10 بس ليش ما تيجي شوف يبغى يسوي يا هذا حيرفع ضغطي نايس فنش ما ابغى اوه شيت يقدر يضربني خلص الجيم والله 9 ايش هذا والله 9 والله نايس يعني ما نقول ما هو لعيب لعيب يعني ما في له شيء الله علي انك قليل ادب بس لما العب معك في الاوفلاين لما نطلع قهوه ونلعب ما تلعب كذا ليش ما تكون بجح كده ما يكون وجهك قوي يرمي 15 وما اقدر افنش انا سمعت انه اذا في بوش باك واذا انا كنت معلق على ورا ما اقدر افنش طب اذا ما علقت على ورا حيجي علي طب ايش اسوي يعني راوند 1 Fight. Yeah. 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 ايش الحركة هذيك اللي كنت تبغى تسويها؟ اوه شت هذه 12 وبيضرب بعدها والله كنت حاس وبيضرب بعدها Round 2 Fight. Oh shit! Nice finish. يا أخي احترم احترم يا أخي المسافة. تقعد تسوي لي. أمشي من هنا بس. برضك بتضرب بعد بلس 5 ها راوند 3 اوه شيت برضك بتضرب ها انا يبغى لي اسوي لك حركه فلوت القرف القرف غلط 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 ما وصلت راوند 4 فايت كريم ايوه هذا اللي الناس تسويه اما هذه كانت مضمونه شوف الكلب Yeah.
كده كثير كده كثير. يا رجال 10 دنك منها. انا عارف ترى انا اعرفها والله عارف انها هي هاي بس هي ما جت على هذه يعني هو ما يسوي الحركة هذه بس قاعد يسوي حركات كثيرة يعني هذه اذا اكلتها اكلها مرة مرتين بس بس الباقي ايش بسوي ريدي ايش بلعب تاني ولا ايش حقيقي 10-4 اوه انا عندي الجوال متأخر. طيب انا عندي فكرة ايش كتب بل ايه بالغلا ايش يقول ده ايش يقول ده في حد فهم جاي بالغلا بريدي ايش هذا بالغلط الريدي اوكي طب اسمع دام انه احنا خلصنا الفيرستتين وانت فزت خلاص وريحنا روسنا انا هسوي جلسة ثانية وارسل لك ثاني ابغى العب بكلاوديا ما حينحسب ما هو مبرر بس ابغى اسوي جلسة ثانية ابغى اشوف هارسل لك ثاني اعطيك اشياء ما تتوقع ولا بريال والله اشياء حقيقي عشوائي بس هذا الشيء والله فوز يعني ما نقول انه ما سوى شيء بالعكس الاسلوب هذا فوزه انا ارسل له دحين خليه يجي بس يجي له ما ادري هو كان في البث وسمع ان انا بلعب معاه تاني ولا لا اوكي تمام لا ايش بسوي انا يلا ليتس جو نجرب بكلاوديو مع اني انا ما ابغى العب بكلاوديو معاه خلاص خلصنا الفيرست تن وهو فاز دخل انا منزل الحبة اللي في راسي to the King of Iron Fist Tournament 7 Claudio Serafino توني ادخل اوه بالله انا حسبك من اول تتفرج وقاعد اتكلم واقول بس يلا عوافي كذا قفلنا الفيرست 10 الحين هذا اللعب ما ادري لعب ايش بس ابغى اشوف هل حتقدر ترمي دحين زي كذا ضد كلاوديو ولا بس مع كاترينا لانه البنش حق كلاوديو يوصل يا واد هوب كيك من جدة للمدينة لا تفتح فمك دحين حقيقي ابغاك ترمي 15 انا احس انك انت تحب الاستيج ده لانه اول مره انت اخترته ما يقدر يرمي ضد كلاوديو طبعا ما يقدر يرمي مستحيل يرمي ضد كلاوديو لانه لو رمى خلاص انا اخذ الستار بيرست وودي على الجيم فهو حيكون منتبه اكيد طريقه لعبه دحين حتتغير لانه كلاوديو ضد ليجال يودي على الجيم والله يودي على الجيم هو نت اوكي تعال اربيك ايش بو مفروض ما اقدر اضربه اصلا من اللي اذا حرك اليد فا ايش صار انا ما اعطيت له اعطيه مد اوكي تفنش كل شيء علاوي ايش صاير الو علمني كيف العب ضد الكريه حقك كلاوديو والله شوف كلاوديو عنده الحركه دي وات والله جت عليه هذا انا استخدمه للبنش 12 عليه بوش باك البنش حقه 23
يعني تقدر تفنش بالريجارد حق نينا. هو هذا بس اللي انت باك تعرفه لانه هذا اكتر شيء يستخدمه. هاي ميت يا رجال. الفورورد 2-2 هذا اللي لازم تعرف تفنشه. واكتر شيء يعتمد عليه كلاوديو الهاي شايف هذي تقدر تدمج منه بس ما عنده مكسب من الرنج يعني. شايف؟ واذا انت اصلا مصطفى لو تتابع ما ادري انت ما عندك تويتر وما تعرف بس انا عندي الرننج مره كويس فاستخدم الرننج كثير يعني استغل الرننج ضد الناس اللي ما تدنج. اوكي ايش في كمان تقدر تكونتر بيه كلاودي؟ ما عنده لو كويس يعني ما في شيء يخليك تدنق الا الرننج. الرننج هو الهاي اللي يخليك تدنق. فورورد 3 ما استخدمه لحاله استخدم 4-3 هذا برضو هاي تكونتر كلاوديو. شوف انت لازم تلعب في وجهه كلاوديو لازم في الوجه. اذا اعطيت كلاوديو مساحة خاصة اذا ميد رينج تودع الجيم لانه الميد حق كلاودي كويس. هو بس اللو اللي عنده مضروب مرة ما عنده لو كويس. عنده لو كويس من السايد ستيب رننج ركبة. طيب يا اخي المسافة ما توصل يعني رننج 2 انت تضمن ان هي توصل بعيد. رننج الركبة هذه يعني ما استخدمها كثير استخدم بس الرننج 2. اصلا اغلب اصحابي اللي يلعبوا معاي خلاص عرفوا ان انا اسوي رننج 2 في اي وقت يكون عندي فرصه اني اسوي رننج 2 اسويها على طول. فهم من يوم يشوفوا انه في مساحه كده ولو بسيطه على طول يدنقوا لان انا اقدر اسويها من بوينت بلانك بس ما اخاطر. فبمجرد ما انه افنش حاجه ولا شيء يكون في بوش باك على طول رننج. هسوي هوب كيك ما اسوي هوب كيك. شوف زي كده الرننج حقي مش بطال حيدنق. شوف هو يحسب اني هسوي الرننج وانا اصلا كنت بسوي الرننج بس قلت لا تسوي. اوه ما بلشتها صح هذه اهدالي بس اهدالي بس. هذي كان عليها 10 سويها تاني. راوند 3 فايت. لا اها لا ما بعطي الريج. كويس راوند 4 فايت. اوكيك شوف حتى ال 12 ما تيجي يبالي ال 15 خلاص اتبدل 15 دام انه بكلاودي
شوف 12 ما يجي ايش في الجدار حيخرب عليه ولا ما زبط على الكومبو 12 يا عيال سوي ثاني ابغى فنش 15 هذي مثلث اعتقد لانه ضغط مربع وما جت غريبة طولها لو ما طولها اعتقد عليها 12 لو قمت وصديتها يقدر يكنسلها يجد يبغالي بعدين اخش معاه الفارق يقول لي والله كويس صح الفريمات ترى الفريمات حق كلاود يمين بالله تطربك طرب يعني في عنده ضربة اون هيت بلس 6 وفي واحدة اون بلوك بلس 7 وواحدة كمان ثالثة اون بلوك بلس 8 اون بلوك تخيل والله هذه طرب بلس 7 وبلس 8 هذول يجوا ورا بعض تقدر تسويهم ورا بعض ما حد يقدر يسوي لك انتربت يعني حتى لو حاول يسوي جاب بعشرة يجي تريد وانا اكون بلس 5 فمرة مو صالح انه يسوي شيء وكلها مد لا في واحدة بس هاي واحدة هاي واثنين مد فالفريمات حقت كلاوديو كويسة تطرب بلعب اخر جيمين واطلع ليش فيه يا اخي الشات حق سوني هربان لان عيوني بدأت تحرقني اوكي طيب ما في مشكلة يلا اخر جيمين رامي حدد يوم يلعب ميرور كلاوديو انت تلعب كلاوديو طيب ليش لا ليتس جو بيرفكت لا كملها عليها 12 هذيك شوف انا ابغى اسوي احترافي ما اقدر يا اخي ستيب هذا حقه يسار ولا ايش لا اسوي يمين ويجي علي ولما شاف اني قربت من الجدار سوى الباور كراش هذه ما عليها 12 امشي هنا ايش بو يخش كده بالوجه يعني اذا بتعرف اني ايش حسوي يعني اقدر اعطيك كاونتر شوف هذه البلسات اللي اقول لك عليها هذاك الرننج بلس 7 وبعدين اللي استخدمت الستار برس عليها اللي هي زي كذا هذه عليها 8 او بلس 8 بلس 6 بلس 8 شايف ما يقدر يسوي شيء بجح اسوي رننج وبعدين حيسوي هذه 12 ايوه ايش دي شيت والله سوى زي رضا رضا زي كده سوى اثنين ورا بعض وتكون بلس اثنين يعني اكيد يكون في عندك اشياء تقدر تسويها ما يقدر يصد بعدها سويت انا حقتي هو قال اخر جيمين صح يعني الحين باقي جيم يب باقي جيم يلا هذا اخر جيم
العب بالدب يا واد، ما تشوف الا بلسات. بس يا اخي الدب يا اخي ما دخل مزاجي. شوف الشخصيات اللي يكونوا حالة خاصة زي شاويو، زي الدب، زي كيجاس، هذا اللي بس يكون لهم كومبوات خاصة، لهم استانسات خاصة، اشياء كذا غبية. ما احب العب ضدهم وما احب العب بيهم. يعني كاترينا عندها وضعية واحدة، زفينة، شوف زفينة كم وضعية عندها، 3. فينج هو فينج ولا فانج، فينج اعتقد عنده وضعيتين. الشخصيات كل ما كثرت الوضعيات كل ما صارت صعبة علي. يعني شوف الثلاثة الشخصيات اللي انا العب فيهم، كلاوديو، كاترينا، دراجونوف. دراجونوف اوكي هو اصعب واحد فيهم، بس كاترينا وكلاوديو هذول يعتبروا سهلين، عشان كذا انا قاعد العب فيهم. في نفس الوقت هذا اللي مخليهم صعب، انه سهلين ان الواحد يلعب ضدهم وحركاتهم قليلة. عمي ايش بقى؟ راوند 2 فايت. ولا دبل بيرفكت؟ شكله 3. 3 بيرفكت. شفت هذيك انا بلس 6. ليش ما جت؟ وات؟ هذه ما عليها بانش 15. اوكي ايش صار؟ هو كان يقدر يفنشني، كسر الأرضية، كسر الجدار، بعدين يسوي ال ايش صار؟ وات؟ يا عيال الابليكيشن قفل. الانر هاز اوكي اوكيور. ايش هذا؟ لاي 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 لاي، تطبيق قفل. ايش صار والله؟